جيال جاب تلغون، أحكي ألغاز وحكايات، كلامك يفتح لعقول والغازك حكمة ومعلومات، من المستقبل جاء مرسول وعلمنا بزاف حاجات. أنا الإمبراطور منصور كاتب كل البقالات، ما يخفى عني مسطور، مارق بكل العفسات، جاوا عندي من كل برور، اتحديتهم والخاسر مات. وين راهي لونجا بنت الغول؟ اتخبرني بالأحجيات. مولاي أنا الأميرة لونجا، عندي بزاف حكايات، جيتك من عصر النهضة، علم ونور واختراعات. التلفزيون؟ وشنو هذا؟ التليفون. ايباد ومعاه التابلت. يلا وش عندك تقول؟ انا الامبراطور منصور، عندي كل الاجابات. هي لونجا بنت الغول ودارت عليك اليامات. الإمبراطور منصور أذكى الأذكياء عبر العصور، الكل الألغاز يلقى الحلول، يتحدى كل الناس وكان دايما عنده ما يقول. الحق الأخبار اللونجة بنت الغول، أميرة الكلام المعسول ومولاة الحكمة والرأي المعقول، وجات من المستقبل للتحدي للمصير المجهول. كيفاش؟ أنا الإمبراطور منصور وما عندي حتى لو حاليا. مولاي انت تستاهل متحف كامل غليك. راهو الحق الرسام اللي جبتوه من اسطنبول خصوصا غير باش يرسمك. وعندنا واحد هنا تاني. رام هنا معلوم مولاي، راهم يستناو في الاوامر تاعك باش يدخلوا. يا حاكم الباب. الرسامين رام عند الباب، خليهم يدخلوا. سلام حضرة الإمبراطور. سلام، تفضلوا. اسمعوني مليح، نحب تخدموا لي خدمة شابة، نحب اللوحة هذه يجي النهار وإن الناس يتفكروني. ويقولوا مولاي الإمبراطور كان أعظم ملك، ويحبوه الجيوش والشعوب، ويحبوه في كل بلاد قريبة وبعيدة. هيا ابدأوا هيا. اسمح لي مولاي، ماذا بيك ما تزغوش بزاف؟ اخدم واسكت ولا الحبس يا بيك. ايش بيا مولاي؟ اتبسم شوية. مولاي خلاص. هذا أنا هذا أنا لا يا مولاي. يا جلاد. مولاي اسمح لي نزش العود. اديه مولاي نصفك هكا. مولاي 5 سنين حبس. مسكين. هذا رسام ماهر. ها مولاي او خرجك شباب عليك.
أعطيه 1000 دينار. روعة. عندكم رسامين عجب في إسطنبول؟ طبعاً مولاي. سبحان الله العظيم. الأميرة لونجا بنت الغول. سلام حضرة الإمبراطور. سلام. تفضلي. الله يزيد فضلك. تفضلي. عندي مفاجأة لك هايلة، على بالي بلي تعجبك. خير؟ ها؟ حضرة الإمبراطور، هذه نعرفها، كاينة في متحف باردو. وهذه لونجا تعرفيها؟ الإمبراطور كي كان صغير. حكي من زمان. واش؟ راك حاب تلحق صاحبك؟ اسمح لي مولاي، اسمح لي. هاي، أعطينا جديد واش عندك؟ اسمع مليح وركز. في الكوزينة باستمرار تخدم دون انتظار، بلاصتها فوق النار، تسحب دخان وبخار، استعمالها ليل ونهار، كاين منها الصغار والكبار، وعلاش تحتار مولات الدار؟ وهي أحسن اختيار. كوزينة باستمرار تخدم دون انتظار، بلاصتها تجي فوق النار، تسحب دخان وبخار، استعملها ليل ونهار، كاينين منها كبار وصغار، وعلاش تحتار مولات الدار؟ وهي أحسن اختيار. فوزير رمضان 2016 تضرب لكم موعداً مع المفاجآت، هدايا كثيرة في انتظاركم يومياً، تلفزيونات، مكيفات هواء، هواتف نقالة، ورحلات سياحية. والمفاجأة الكبرى سيارة في سحب يوم العيد من إهداء الشروق تي في. شارك وبعد برسالة قصيرة على الرقم 66028 من جميع متعاملي الهاتف النقال، وارسل CH1 للاقتراح الأول أو CH2 للاقتراح الثاني. حظ سعيد للجميع. سحر بانكم. ركز وفكر، ركز وفكر بالك تفرح، افهم واشرح وراجع المعلومات، شارك والعب امرح وفرح، تقدر تربح تقدر تربح اذا صبت الاجابات.